بسم الله الرحمن الرحيم. لا بنبالغ ولا بنهول لما بنقول لكم ان الدولة المصرية بتتعرض لحرب حقيقية تستهدف الإساءة لسمعتها وتشويه مواقفها. كل يوم شائعات وأكاذيب هدفها ضرب معنويات الشعب المصري وثقته في قيادته وفي دولته. النهاردة لجان الخراب والفتنة على السوشيال ميديا روجت لأكذوبة جديدة بتقول إن هيئة قناة السويس تعاقدت مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها لمدة 99 سنة. وعشان يضللوا الناس نشروا صورة مزيفة وكاذبة تحمل توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقالوا إن ده توقيعهم على الاتفاق. كذب وتضليل وفجر. طبعا هيئة قناة السويس نفت هذا الكلام ونفت هذه الأكاذيب جملة وتفصيلا. والسيد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة اتكلم وقال إن السيادة المصرية على قناة السويس كاملة سياسيا واقتصاديا. على كل حال معانا السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق مساء الخير، أنت أظنك اطلعت على العقد المزيف والمزور اللي بيقول إن احنا يعني هنستعين بشركة إسرائيلية لإدارة هيئة قناة السويس لمدة 99 سنة. ما هو تعليقك يا فندم؟ أنا زي ما حضرتك قلت طبعا هو منشور مزيف أو عقد مزيف ولا صحة له تماما. القناة مملوكة لمصر والمصريين والموظفين والمرشدين والعمال والمهندسين كلهم مصريين، واحنا بندعو ان احنا ما ننسقش ولا على فكره ردود الافعال النهارده كانت من المصريين كانت ايجابيه جدا. صحيح. كلهم شككوا في الكلام ده فعلا يعني، وقالوا الكلام ده طبعا عارف الصحه الكلام ده مش مظبوط يعني، هم من نفسهم قبل احنا نقول المنشور بتاعنا. فالحمد لله. لا احنا بس انا عايز اقول حاجه، هو طبعا حضرتك ادرى يعني كل ما نجاحات بتحصل في مصر في قطاع او في هيئه او في مصر كلها لازم تلاقي على طول وراها حاجات تشكك وتاخد المصريين في حته ثانيه. نعم. فاحنا طبعا احنا امبارح كنا بنعلن ان احنا حققنا اعلى ايرادات خلال الشهر يعني اكثر من 800 مليون دولار اظن في الشهر ده، 802 مليون دولار. نعم. زياده 47% عن الشهر يناير السنه اللي فاتت. نعم. رقم طبعا كبير يعني، عدد شوفوا برضه زياده 21% والحموله زياده 16%. فاحنا بنقول ان احنا من لو نفتكر مع بعض كان من 2014 من اول ما اطلق سياده الرئيس عبد الفتاح مشروع قناه السويس الجديده، وقالوا ان الفلوس المصريين هتضيع وان دي ترعه ان ملهاش لازمه وانها هتخسر. احنا دلوقتي بنحقق الارقام اللي احنا ما عملنا السنه اللي فاتت يعني 22 23800 سفينه. ارقام طبعا كانت نصها بيجي في لو قناه السويس واحده بس قبل قناه السويس الجديده ما يبقوا قناتين يعني، عاملين 8 مليار دولار، كنا بنعمل 4 مليار و8 من 10. نعم. يعني كلها اكاذيب مقصود بيها طبعا انهم يبينوا للشعب المصري ان القياده السياسيه مشاريعها كلها، وده كلام طبعا مش مظبوط. احنا شايفين كل المشاريع الحمد لله ناجحه، وكل ما تنجح كل ما تلاقي قدامك حاجات بتقول ان انت ما انتش ناجح وان في مشاكل وان وان. طبعا الكلام ده غير صحيح تماما يعني. سيادة الفريق يعني عندما يعني طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مساله القناة الجديدة قناة السويس الجديدة، البعض شكك وقال والله دي ترعة وغير ذلك. أظن أن ما يحدث هذه الأيام وزيادة الدخل يؤكد صحة ومصداقية ما طرحه السيد الرئيس في يوم ما. طبعا صحيح، والأرقام خير دليل يعني. احنا دايما لما بنتكلم، أنا شخصيا دايما لما أتكلم أتكلم بأرقام، أقول احنا السنة دي عملنا إيه، السنة اللي فاتت عملنا إيه، واللي قبليها عملنا إيه. ومن ساعة ما افتتحت قناة السويس لما كنا بنتكلم في 4.8 مليار دولار، وصلنا لغايه دلوقتي 8 مليار، وان شاء الله شهر 6 السنه الماليه نحقق 8 مليار و600 مليون. فالارقام هي خير دليل، وبتنشر طبعا على المواقع وتتناولها كل الوسائل الاعلام الاجنبيه وبتدرس كويس قوي وبتراجع يعني، ما نقدرش ان احنا نقول حاجه مش دقيقه. فالحمد لله احنا دايما بنثبت ان لا، ان قناه السويس الجديده كانت ليها اهميه كبيره جدا ورفعت تصنيف القناه واصبحت مرصد لكل السفن والخطوط الملاحيه انها تعبر من قناه السويس. واكبر دليل على كده ايفر جيفن طبعا، حتى لما حصلت فضلت السفن عالقه 422 سفينه لمده 6 ايام منتظرين قناه السويس لما تفتح، مش عارفين هتفتح امتى، فمفيش بديل، لو كان في بديل كان مشي. فانا يعني بنقول ان احنا دايما النجاحات بتقابل بهذه الافتراءات يعني.
أكيد. شكرا لك السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.